Bonsoir, Joe. Bonsoir, Maria. Bonsoir. Welcome to Spot It. It's an honor having you, Mana, be Spot It. شكراً. Thank you, guys. Hope this experience تكون fruitful لألكن, especially عم نفوت نحنا هلأ بدومان live streaming يلي هو بعده جديد بلبنان هذا الكونسبت. عبالي شوي أعرف أكتر details عن كيف فتنا بالميوزك اندستري individually, يعني ماريا وجو إذا في كونتاكت. أوكي. هلأ أنا بداية صراحة بالعائلة, يعني نحنا هيك في بالجينز. أوكي. بالفطرة يعني أمي بتغني صوتها حلو وإخوالي وهيك, فأنا بتذكر من لما كنت صغيرة كنت عم غني, وبعدين صار بدي أدرس موسيقى واشتغلت بسوريا أول شيء كذا مع كذا باند وهيك من أنا وصغيرة, وبعدين إجيت على لبنان درست هون عم أدرس هلأ بالكونسيرفاتوار, ومن هون يعني هلأ صار لي شيء 7 سنين عم أشتغل مع باندز لوكال باندز, وهلأ صرت بمرحلة بلشت أنا أكتب ولحن, وهلأ هي أول مرة عم نعمل أغاني أوريجينال جداد بعد ما تعرفت على جو, فصرنا عم نشتغل سوا, هو عم يعمل كومبوزيشنز أنا عم أكتب ولحن, فهلأ هيك يعني فينا نقول هاي السنة قلعت بشغل الأوريجينال. خير إن شاء الله كل شيء بتعمليه بيكون يعني لخيرك وتتوفق فيه كل شيء. شكراً. جو, how it all began. Okay, so بلش أنا وصيت ندق شوي على السمع بس إنه بيانو, بس ما في حدا بالعائلة كان موسيقى, فما كان في هذا التشجيع كرمال تكمل أتعلم آلة, فتركتها مع الوقت ورجعت وقتها صرت بال 15 سنة كان عمري أو 16, بلشت أتعلم وقتها جيتار مع رفقاتي كانوا هن كمان بدهم يتعلموا instruments, فبلشنا بباند سوا. ومن وقتها بالميوزك سين بلبنان دق مع لوكال ميوزيشنز واتعلم ستايلز جديد, ريبرتوار جديد كباندز وذ ديفرنت سيت ابس اذا عم نحكي هيك. Cool. لهيدا كله كان ورك ان بروسس, مع الوقت اكيد ترجعنا تعلمنا موسيقى بالجامعه, ومع الوقت بتصير تكتشف الساوند, اكتشفت الساوند تبع انا شو بحب شو ما بحب, واشتغلت على كلمتها انه نصير محل ما نحن هلأ. 100% 100%. أوكي. يعني كله work in process إذا بدك, و still working on it. يعطيكم العافية. الله يعافيك. كيف وصلتوا لبعض؟ كيف تصارت ال collaboration؟ قصة طويلة. باختصار كنت مبلشة بدي أعمل ألبوم, وبلشت أكتب وبلشت أتعرف على ميوزيشنز وهيك, بقى صار مثل ميوتشول فريندز, حدا عرفني على حدا عرفني على حدا, فمثل تغربلوا العالم كله وضل جو. فصار في هيدي الهيك الميوزيك الكيمستري بيناتنا. Nice. وهو حب اللي أنا عم أشتغله, فأنا كمان صرت أتشجع أكتر يعني لما بيكون في حدا ميوزيشن وأنا هل أنا حابة شو بيشتغل وكيف هو وجهة نظره, فأنا صرت أكتب أكتر إنه هو ابعت له فويس ريكورد فورا يطلع عامل له كومبوزيشن. فانه فهيك صرنا بينج بونج, ببعث له بيبعث لي, ببعث له ببعث لي. هو الحلو بالشغل مع ماريا انه كمان الساوند مع الوقت بدك تكتشف انت اي ساوند بيعبر عن حالك, لانه از فول تايم ميوزيشن بدك انه الجيتار تكون ك او الانسترومنت اللي حاله الموسيقى بيلعبها تكون از ان اكستنشن للشخص اللي هو انت, فانه الاشياء اللي بدك تقولها موسيقيا بدها تعبر عن انت مين. فأنا كإنسان جاي من بلد عربي أكيد ربيان عم بسمع موسيقى شرقية, وبعدين أكاديميكلي تعلمت كلاسيكال ميوزك أكيد وجاز أكيد, لأنه بحب الفريدم تبع الإمبروفايزيشن وهيك. فالفكرة الساوند طبعاً أنا وماريا اتفقنا تقريباً بهيدي الثلاث نقاط, لأنه هي بتكتب موسيقى كتير إنه بتجمع هود الثلاث أشياء, وكمان لأنه في الروح الارتجالية دائما فيها, وكمان انه being high in openness helps, انه بتقول افكار هيك بيكونوا خلص بتستقبلهم بكل openness اذا بدك, وبيطلع شغل انه حلو instant on the spot, يعني ما ضروري كتير ما بنتمرن عادة مع بعض كتير, خلص الجو فيها اوكي نقعد نحكي مع بعض بالموسيقى. ايزي لكانا كتير ايزي, بس صعب تلاقي الشخص اللي بتقدر تعمل طبيعي. صحيح. You're
كلمات الاغاني والارنجمنت الميوزيكال بالبوم كيف عم بتكون البروسيس؟ يعني بنكتب الغنيه بنرجع بنظبط لها اللحن او وي ار انسبايرد من شيء بحياتنا بعدين ميوزيك بعدين ليركس؟ كيف البروسيس؟ هلا مخلطه عندي في غنيتين من الاغاني هن صار في 6 اوريجينالز اثنين منهم هن قصائد بابا كاتبهم وانا سرقتهم ولحنتهم وعنا باقي الاغاني هلا ما بعرف انا كيف بيطلعوا معي صراحه يعني بيطلعوا بلحظه سوا يمكن ما بعرف انه ما بكتب وبعدين بلحن بيخطروا هيك عبالي يمكن ما بعرف مع بعض ما بتأمن بانه الواحد يقعد كرمال يكتب ولا مره زبطت معي أوكي. بتمنى كثير انه شي مره هيك تعمل سيت اب تبع انه يلا ورقه وقلم وشغل بخوره بس ما مش. ابدا يعني بتطلع مدري كيف بوقت فجاه بلحظه او بكون عم دندن ميلودي غالبا الميلودي بيجي قبل الكلام أوكي. لاني انا بفكر بالموسيقى اكثر من الكلام الكلام بعدين نيكست ستيب بيطلع معي اذا بدي اقول هيك بقول موسيقى وبعدين بشارك مع جو ببعت ديمو يعني ببعت له ريكورد وبترك له بقى الساحة هو يتصرف شو فيكم تخبروني شوي التشالنجز عم بتواجهوها هلا حاليا بوضعنا يعني الكل عم يمرق بوضع صعب سبيشلي ارت الارتستس تا يفرجوا موسيقتهم وخاصه بعد الحاجز اللي انحط لنا بطل في عنا اللايف انتر اكشن مع العالم سو كانه الارتست عم they are losing الهوب يلي بالعاده بياخذوه من الفانز ومن العالم صح كيف عم نتاقلم شو هلا هو كان في تشالنجز كثير باخر سنتين صراحه مع الكوفيد واللوك داون والوضع العام بلبنان فانا وماريا كنا مبلشين شغل من قبل ما تصير كل هيدي الخبصه اوكي بيرجع اخذنا البريك طويل من بعد اللوك داون وهيك بس هيدا البريك حمسنا نرجع نفوت بضغط اكثر من بعده نايس كملنا نخلص يعني قلبنا القصص النيجاتيف لانرجي كانه اكيد 100% وهلا لانه عاده مع كل فرقه بدأ معهم بعزف معهم بهيدي الفترة الريسبونسابيلتي على الارتست والميوزيشن باللايف جيج صارت اعلى من قبل لانه هلا العالم وقت يروح عم بيحضروك على جيج عم بيخاطروا بصحتهم عم بيصرفوا مصاري بالايكونوميك كرايسيس مظبوط صح وكل شيء صار اغلى وبرضه عم بيروحوا يحضروك فانت از ان ارتست از ا باند اذا اف يو دونت ديليفر ما حدا اكزاكتلي والميوزك يعني معروفه هي ستريس ريليف للكل و محل it's an escape actually بس هيك الشيء كمان وين صار احسن انه ال perspective تبع ال audience اللي عم بيحضروك بالجيج مش انه هيدا الغنية بعرفها كتير حلو لا بيروح بيحضروا اشياء ما بيعرفوها كرمال تبركي بيحسوا بشيء جديد مثلا مزبوط عرفت كيف لانه هلا خلص بدك تروح تدق انه شو ما كان بدك انه تعطي العالم بدها تحس بشيء it's therapeutic in a way فناخد the challenges تصور There's a specific message. شو الشيء اللي عم نجرب نوصله بالأغاني اللي عم نعملهم حالياً؟ Whether من الليركس أو من الألحان لأنه كتير أيام بسمع أغاني بيكون في مثل hidden message وراء الليركس بيكونوا بينفعهم شيء تاني بس عم نوصل شيء مثلاً من جوا أكثر لشخص معين أو لا. هلا بغض النظر عن البوامز البقايا اللي أنا كاتبتهم أغلبهم هنن مونولوجز وحتى هلا أنا مقدمة بدي أعمل ريكوردينج لثلاث أغاني منهم اسمه البروجكت مونولوجز أو مونولوجات بالعربي معرب اللي هنن من أشياء انكتبت بفترة اللي فيها حدث عام عم يصير وكيف مأثر علي شخصيا يعني هي أكثر من قصة شخصية مش قصة أنا شو صار معي مع حدا ولا كيف لا أنا بهيدا الظرف شو عم فكر شو عم أقول عن شو عم أحكي يعني مثل غنية مثلا جدة في مي
كتبتها مثلاً للعالم اللي سافرت بالبحر وما رجعت. أوكي. مثلاً غنيت يا هل ترى كتبتها بالكورونا اللي هي يا هل ترى هيدي النهاية بلحظة كنا كلنا حاسين إنه كنا شو متوقعين يصير أسوأ شيء فطلع فيه كتير أسوأ وكان وقت الانفجار فقلنا إنه تبع إنه أسوأ شيء الانفجار بيطلع لك لا أسوأ شيء انهيار لا أسوأ شيء وقف حفلات فإنه لمحل إنه شو إنه لوين هلا بس هي تشجيعية أكتر يعني هي مثل التريب مع حالي إنه لما وقفت أعمل شيء بطلت هيك تبع خلاص هيك نامب بعدين رجعت لا إنه خلاص بدي أرجع to keep up يعني ما فيني وقف هيك منكم للعالم يلي حاليا عم بيفوتوا بمجال الفن بعد يعني رغم عن جد هالقصص الصعبه اللي عم نمرق فيها انه شو بتعطوني كنصيحه صغيره احلى نصيحه بدها تكون انه براكتس شو ما كان practice. يكون عندك الجول انه to always be a better musician بعدين مش انه خلص بدي اعمل هيدا الغنية لا براكتس دائما بحال وضع نفسك ان الشخص او الموسيقى فيه عندك وقت فاضي practice ما عندك وقت فاضي عمول وقت فاضي practice great advice you become a better musician a better person وموسيقتك بتصير أحسن مع الوقت صح thank you for sharing this advice thank you thank you for being with us thank you for it was a pleasure thank you لكم